الباء. حرف الباء، حرف الباء يكتب بهذا الشكل. حرف الباء يكتب بهذا الشكل. نقطة من التحت، بدون هذه النقطة لا يسمى حرف الباء. حرف الباء. نمر الآن إلى كيفية كتابة حرف الباء في مواضع الكلمات، يعني في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. ثانيا نتطرق لحرف الباء مع الكلمات، مع الحركات، مع الفتحة والكسرة والضمة، ثم مع المد، المد بالواو، المد بالياء، والمد بالألف. ونعطي أمثلة من الكلمات. حرف الباء في بداية الكلمة يكتب هكذا: حرف الباء، حرف الباء. في وسط الكلمة يكتب هكذا، وفي آخر الكلمة يكتب بطريقتين: إذا كان مرتبط بالحرف الذي قبله يكون بهذا الشكل، وإذا كان منفصل يكتب بشكل عادي هكذا. حرف الباء في أول الكلمة، حرف الباء في وسط الكلمة، حرف الباء في آخر الكلمة إذا كان مرتبط بحرف آخر، وحرف الباء في آخر الكلمة إذا كان منفصل عن الحروف. إذن حرف الباء بفتحة ب، ب، ب. حرف الباء بضمة بو، بو. حرف الباء به كسرة بي، بي. با بو بي، با بو بي. حرف الباء بالمد با. المد بالألف يكون دائما مرتبط بالفتحة. با. بو. با. بو. بي. با. بو. بي. با بو بي، با بو بي. حرف الباء با بو بي، با بو بي. بضاعة، بضاعة. الباء في أول الكلمة، بضاعة، بضاعة. الصباحي،
الصباحي. حرف الباء في وسط الكلمة. الصباحي. باب. باب حرف الباء في آخر الكلمة. حرف الباء بآخر الكلمة بشكل منفصل. بشكل منفصل مثال آخر. دب. دب 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 هنا مثل آخر. بطة. 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 بقرة. 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 جبل. 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 مبرات. مبرات. بنت. بنت. ببر. ببر. بن. بن. لدينا الآن جملة تتضمن عدد من الكلمات. إذن
هذا مركب كبير. هذا مركب كبير. أين هو حرف الباء؟ حرف الباء يوجد هنا وسط الكلمة، وهذا حرف الباء في آخر الكلمة. في الصباح ذهبت إلى المدرسة. أين يوجد حرف الباء؟ هنا يوجد حرف الباء، حرف الباء في وسط الكلمة، وهنا يوجد حرف الباء في وسط الكلمة. إذن تذكير أخير، هذا هو حرف الباء. با بو بي با بو بي. حرف الباء با بو بي، با بو بي. شكرا لكم على المتابعة. إن كنتم تشاهدون هذا الدرس للمرة الأولى، يمكنكم الرجوع إلى الدرس الأول لحرف الألف، وسنتبع إن شاء الله في الحلقات القادمة ترتيب الحروف الهجائية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجيعنا بلايك. إلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله.